انت يعني هو ده من وجهة نظرك هو رأي فني ولا رأي ابعد من ان يكون رأي فني لشادي محمد؟ والله بص، انت شفتها ازاي وحسيتها ازاي؟ شادي اخ وصديق. اعتقد الفترة اللي فاتت لما مشي من قناة النادي الاهلي الامور كانت صعبة عليه، بيحاول يتقرب للنادي الاهلي بكل صورة، من ضمنها كمان لو رجعت فترة لورا كده في السنة اللي فاتت كان قاعد في المدرجات وهو مجموعة فيديو منتشر على السوشيال ميديا كان بيسب في نادي الزمالك، واعتقد ان الحاجات دي مش المفروض تحصل من نجم كبير والقائد التاريخي للنادي الاهلي. بصفه عامه شايف الاعلام الرياضي ازاي؟ انا كل مره بسالك نفس السؤال لان كتير من الامور ما بتتغيرش. يعني انا بندهش جدا من فكره ان انت تبقى في قناه محايده، وانا قلت مثلا في بدايه الحلقه النهارده مصر كلها عارفه النهارده انتمائي انا كاحمد جمال، اشتغلت في قناه الزمالك كلية الشرف ان انا زملكاوي، اشتغلت في تجربه الزمالك اليوم ان انا ده انتمائي خارج الشاشه، يعني خارج حدود ان انا بقدم برنامج رياضي محايد فانا زملكاوي تمام كده. انما في وقت من الاوقات لما انا طول الوقت بدغدغ مشاعر جماهير النادي الاهلي واقول مثلا يعني الحمد لله على نعمه الاهلي، اقول الحمد لله على نعمه الزمالك، في وقت من الاوقات ده مش بيمثل اثاره للتعصب لو انا بشتغل في قناه رياضيه محايده المفروض؟ بص يا احمد، انا لو جبنا ثلاثه هيختلفوا عليك، انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ حلو. انما انت شفت شغلك بما يجب ان يكون، بمعنى في قناه الزمالك دي قناه فئويه، كنت بحييك لانك بتتكلم عن ما يخص قناه نادي الزمالك، بمعنى قناه فئويه فهي احسن حاجه في الدنيا، لان انا بتكلم عن نفسي ولما اتكلم عن نفسي انا احسن حد في الدنيا. انما لما بشتغل في قناه عامه زي دلوقتي مثلا، انا شايف ان انت متزن، زمالك، اهلي، اسماعيلي، مصري، كل ده، وده نجاح بالنسبه لك، عكس اللي موجود على الساحه دلوقتي. اللي موجود على الساحه دلوقتي بقى مصنف، بمعنى ان اغلب القنوات اللي موجوده معروف انتماء الناس دي وبيدافع عن يعني بيخدم على النادي الاهلي بالظبط كده من الاخر، يعني من الاخر. هو ده، هي دي المشكله، هي دي المشكله، ان انا بفرض رايي على الناس، بستضيف ناس معينه اللي يقولوا اللي انا عايزه. شوف مثلا انا كعفت، يعني انا بعيد عن كل القنوات، انت ما حدش بيجيبك اصلا، ما حدش بيجيبني. ليه؟ لاني انا بتكلم كده، يعني في فتره مثلا انا كنت ممكن اتكلم عن الزمالك، الزمالك ما بيأديش، ما مش زي الفتره دي انا مثلا. لا بس انت، بس انت ما بتجيش عشان انت بتهاجم الاهلي على طول. لا مش بهاجم الاهلي، انا عايز اوصلك لحاجه بس، يعني انا مثلا الفتره دي كل الناس الزمالك عاجبها، لا انا الزمالك مش عاجبني، يعني الفتره دي انا شايف ان في اخطاء في الزمالك، ولو ما اتصلحتش الفتره دي هيبقى في كوارث، هيبقى في كوارث. طب انا اقول لك حاجه، انت من ضمن الحاجات اللي انا شفتها لك، من ضمن الحاجات اللي انا شفتها لك ان انت قبل كده هاجمت كابتن فاروق عاطف. ايوه، وده ابن نادي الزمالك كابتنك. ايوه استغربتك على فكره. ها استغربتك. ايوه بس انا بتكلم ايه، بتكلم للصح، ده مدربك يا كابتن، مدربي واخويا الكبير وكل حاجه، انما ما ينفعش اشوف غلط واسكت عليه. هو ايه اللي غلط فيه كابتن فاروق؟ بص طبعا كابتن فاروق ليه كل الاحترام مني وكابتني واخويا، انما دايما علشان الكيان اي حاجه، اي حاجه تهون، اي حاجه تهون. تمام. خشونه الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجه شويه. النهارده احنا بنقول ان خشونه الركبتين مراحلها الاولى، الثانيه، الثالثه مراحل سهله التعامل معها. البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجه خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.